يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقة جديدة من إنبوكس على شاشة صدى البلد. طبعا زي ما احنا معودينكم دايما معانا فقرات مختلفة ومتنوعة. هبدأ معاكم من الآخر للأول. هيبقى معانا طبعا الفقرة الدينية مع الداعية يوسف عادل والطريق إلى الجنة. كمان هيبقى معانا الفقرة الطبية عيش صح. أما الساعة الأولى من إنبوكس بيبقى كلها فقرات مختلفة ومتنوعة، فهتبقى الفقرة الأخيرة من الساعة الأولى من إنبوكس هيبقى معانا عصام أحمد وعلي محمد مؤسسي مبادرة لقيت تليفوني. يمكن ناس كتير قوي بتتعرض ان تليفوناتها ممكن تضيع منها او ممكن تتسرق، ومبنبقاش عارفين نتصرف ازاي في الموضوع ده وازاي اقدر ارجع تليفوني، خصوصا انه ممكن يكون عليه داتا مهمة، ارقام مهمة، صور مهمة جدا، حاجات شخصية. ممكن الشخص اللي سرق التليفون يبتز صاحب الموبايل بفلوس كتير او يضطر ان هو ينشر الصور، وبيبقى بيحصل نوع من انواع الابتزازات الالكترونية بشكل كبير جدا. عشان كده احنا معانا ضيوفنا النهارده هيكلمونا عن ازاي نقدر نرجع التليفون وايه الخطوات اللي تساعدنا على كده من خلال مبادرة لقيت تليفوني. اما الفقرة التانية هنتكلم عن موضوع لطيف جدا وهو قانون السعادة او قانون تجريم التكشيرة. يمكن القانون ده هو منتشر اكتر او معروف اكتر في مدينة ميلانو الايطالية. معروف انه هناك طبيعة الحياة ممكن تكون اسهل شويه من طبيعه حياتنا هنا كمصريين، ممكن تبقى الدنيا مش زحمه قوي، الجو نفسه طول الوقت ما اكيد ما عندهمش الحر والزحمه اللي بتبقى بتخلي الناس عايشه تحت ضغط عصبي او طول الوقت مقشره. القانون ده بيجرم اي حد يقشر وهو ماشي في الشارع وبيدفع غرامه ماليه. طيب تفتكروا بقى القانون ده لو اتطبق في مصر هنا هيبقى عامل ازاي؟ وهل فعلا هيساعد او هيقلل من نسبه الضغط العصبي والحزن والغضب والتكشيره اللي بتبقى على وشوش الناس، ولا لا ممكن الناس تتجاوب معاه ويبقى لطيف هنا؟ ويمكن من الدول اللي اهتمت بالموضوع ده كمان دوله الامارات، لان هي معروف جدا عندها ان هم عندهم وزاره السعاده وبيهتموا جدا براحه وسعاده الناس. دي الفقره الثانيه هتبقى لطيفه جدا وهنتكلم معاكم عن الموضوع ده ورايكم فيه. اما دلوقتي فاحنا زي طبعا إنبوكس على طول بيحب يسلط الضوء على المواهب الشابه والمتميزه جدا في مجالات مختلفه، فاحنا دايما بنهتم جدا على المختلف في الشباب والمبادرات والحاجات اللي هم بيحاولوا يعملوها عشان يسلطوا الضوء على الشعب المصري وعلى المصريين. منهم الشاب يحيى احمد، هو مصور شاب موهوب جدا بيحب التصوير، ويمكن كمان اللي ساعده وبيشجعه دايما على التصوير كان والده. هو عمل سلسله جلسات تصوير حلوة جدا ومميزة جدا للعمال في كذا مجال. يعني مثلا هنلاقي انه ممكن يكون بيسافر المحافظات وعلى نفقته الشخصية ومن ماله الخاص ان هو مثلا يروح يصور العمال او الناس اللي شغاله في محاجر الطوب الابيض او البنايين او المزارعين في مواسم الحصاد في المناطق الريفيه المختلفه، زي مثلا موسم حصاد عباد القمر. ويمكن دي معلومه جديده عليا بالنسبه لي، اول مره اعرف. انا عارفه ان في عباد الشمس لكن ما اعرفش ايه هو عباد القمر، وهنعرف طبعا من خلاله على التليفون. يمكن يحيى معهوش ثمن الكاميرات البروفيشنال اللي ممكن تساعده على ان هو يصور صور زي ما احنا شايفين على الشاشه بالجمال وبالاحترافيه دي، لكن هو الحقيقه استخدم تليفونه الشخصي عشان يصور صور زي دي. ويمكن الصور دي كمان لقت تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا والناس اعجبت جدا 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 بالصور. يمكن هو كمان يحيى زي اي شاب بيحاول يشتغل وبيحاول يحوش فلوس عشان يقدر يجيب ثمن كاميرا بروفيشنال، واحنا عارفين طبعا ان ثمن او اسعار الكاميرات بتبقى غاليه جدا عشان يقدر يطلع صوره بجوده عاليه. ده ما احبطوش، بالعكس هو اشتغل على موهبته، لقى تشجيع من والده بشكل كبير جدا، وهو كمان اشتغل على تشجيع والده ده وحقق حلمه من خلال امكانيات بسيطه جدا، كاميرا موبايل. ويمكن الكاميرات الموبايل دلوقتي بقت متطوره فعلا، وناس كتيره حتى مصورين ومخرجين ممكن يخرجوا ويصوروا افلام كامله، افلام قصيره من خلال الموبايل، ويعملوا شغل حلو عليه جدا. كمان يحيى بيشارك في مسابقات وفي معارض كتيره جدا بصوره عشان يقدر يوصل للناس صور العمال في المجالات المختلفة. يمكن طبقة العمال هي أكتر طبقة كادحة في المجتمع، وهم اللي بيشتغلوا فعلا شغل شاق جدا وصعب جدا عشان حياتنا إحنا تبقى متسهلة، سواء مثلا البنايين اللي بيبنوا العمارات واللي بيشيلوا الطوب، محاجر الرخام، محاجر الطوب الأبيض زي ما قلت لكم، كمان المزارعين.
الفاكهه والخضار اللي بيجي لنا، كل ده ناس كتيره جدا بتشتغل عليه وبتتعب جدا جدا عشان احنا حياتنا تبقى سهله، وهم يستحقوا مننا ان احنا نسلط الضوء عليهم وان احنا نصورهم ونوثق المشاهد والصور وشغلهم وتعبهم. ومن خلال يحيى والشباب اللي زيه ان هم يصوروا صور زي دي وتلاقي تفاعل كبير جدا على السوشيال ميديا، احنا كمان دورنا كاعلام ان احنا نركز على المصورين الموهوبين اللي بيسلطوا الضوء على العمال وعلى الطبقه العامله الكادحه فعلا اللي بتتعب وبتشتغل يعني بتلاقي مشقه وبتقابل مشقه كبيره جدا جدا في شغلها. يمكن احنا كمان شويه هيبقى معانا يحيى احمد على التليفون عشان يعرفنا هو شغفه في التصوير بدأ من امتى، وهو بيحب يصور ايه بالظبط، وهل شغله في التصوير بيقتصر بس على العمال والطبقة العاملة، ولا هو بيحب يصور الحاجات المختلفة اللي موجودة في المجتمع المصري، مظاهر المجتمع المصري، العادات والتقاليد اللي المصريين دايما متعودين ان هم يعملوها. كمان هنتكلم معاه عن كواليس الصور، هل بيبقى بياخد الصور دي والعمال عارفين ان هم بيتصوروا، ولا بيلقط صور كده زي بتبقى مثلا نقول عليها عفوية جدا او بتبقى طبيعية جدا وما بيبقوش واخدين بالهم. يمكن في عالم التصوير معروف كده انه الصور اللي بتتلقط بشكل تلقائي وهو الشخص نفسه اللي بيتصور مش عارف او مش واخد باله، بتبقى كلها حقيقه وكلها فعلا مشاعر حقيقيه وواضحه وتفاعل وعفويه بشكل كبير جدا. كمان اللي عجبني في الموضوع موضوع يحيى احمد انه يمكن صور زي دي ممكن ما تهمش الشباب على السوشيال ميديا، اكتر المتابعين على السوشيال ميديا بنلاقي انه بيهتموا باخبار الفنانين او المشاهير بشكل اكبر، لكن لما نلاقي صور زي دي مهمه وتلاقي تفاعل يبقى اكيد فعلا وجهه نظر ونظره الناس للمجتمع اختلفت. احنا معانا دلوقتي يحيى احمد على التليفون عشان نتكلم معاه عن جلسات التصوير اللي عملها للعمال. يا يحيى ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. انا بحييك على الصور اللي انت خدتها للعمال، ويمكن الطبقه دي ناس كتيره جدا ممكن ما تهتمش بيها، مهدور حقها او احنا مش واخدين بالنا منها، لكن انت فعلا سلطت الضوء عليهم. عايزه اعرف منك انت من الاول كده شغفك في التصوير بدا من امتى؟ هو انا من 2017 بصور بالموبايل، فدخلت على الفيسبوك وضفت مصورين عندي وتعرفت على مصورين لحد ما بقيت انزل معاهم في الشارع. طبعا فضل كله يرجع للمصورين صحابي، اتعلمت منهم كتير. بدانا ننزل نصور في موالد واوثق حياه يوميه في الشارع لحد ما دخلت في موضوع الحرف بقى، اصور فخار ورش فخار ورش نحات لحد ما كنت شفت مصورين صحابي صوروا في الطوب الابيض محجر المنيا قبل كده، وانا كنت معزوم في فرح في المنيا، فسالت ورحت لوحدي انا وصاحبي اسمه عمر حسن، فهو صور فيديو وانا صورت الصور دي. والحمد لله لما رفعتها على الفيسبوك نجحت نجاح كبير يعني وانتشرت في كل حته. طيب انا عايز اعرف منك فكره تصوير مجموعات يعني العمال سواء البنايين او شغالين في محاجر الرخام او محاجر الطوب الابيض، انت وصلت لهم ازاي وجات لك الفكره ان انت تركز على الناس دي ليه؟ زي ما قلت لحضرتك هو التصوير بيهاجم على الممارسه يعني، فانا حياتي اتطورت وحبيت اتجه في التصوير الصحفي اكتر يعني، فبحبيت اوصل لهم الفكره ان السوشيال ميديا دلوقتي بقت عامل قوي. حضرتك دلوقتي في ناس بتبقى عايزه تعرف الطوب ده بيتعمل منين، الناس دي في المحاجر دي الالبوم هناك بيبقى قوي، الصور الجير اللي طالع ده بيقابلهم معاناه وصعوبات كتير، فانا بروح بقى بكلمهم في الاول وبقول لهم كذا كذا وبتفق معاهم، بس انا بواجه صعوبه بس ان انا بصور بالموبايل، دي اكتر حاجه يعني بتقابلني هناك عبال ما بقنعهم ان انا بصور بالموبايل وكده، لو بكاميرا الكاميرا بتشد اكتر. تمام حضرتك. طيب عايزة أعرف منك إيه أصعب جلسة تصوير عديت بيها؟ في اللي أنا أقنعهم يعني أو أنا كنت بصورهم ولا أنا اللي أنت بتصورهم سواء للعمال أو أي جلسات تصوير أنت بتصورها وبتحب توثق مشاهد معينة، إيه أصعب جلسة تصوير عدت عليك؟ أصعب جلسة تصوير بتاعت المحاجر، محاجر المنيا طبعا، أنت بتبقى واقفة في مكان بيقطع في الارض انت ما بتشوفوش اصلا من الجير اللي طالع، فانت بتبقى واقفه قلقانه، انت ممكن تبقى ماشيه كده مش عارفه انت ماشيه ازاي، ما فيش حاجه قدامك اصلا شايفاها خالص من الشبوره بتاعت الجير اللي طالعه،
دي كانت اصعب جلسه تصوير، بتبقى لفه وشك برضو، يعني الواحد بيبقى لفه في وشه كله بشال او حاجه مش شايف قدامه خالص، دي اصعب جلسه تصوير. انما ان انا في الكلام مع الناس الحمد لله ربنا رزقني، يعني كل ما بروح لحد بعرف اتكلم واتعامل مع الناس، مفيش حد بيرفض اي فكره خالص يعني. طيب هل كنت متوقع التفاعل؟ انت بتقول ان في تفاعل كبير جدا من الناس على السوشيال ميديا، واحنا الحقيقه خدنا بالنا من التفاعل ده، وكنت بقول انه اكتر الناس المتابعين على السوشيال ميديا بيهتموا اكتر باخبار المشاهير والنجوم والحياه الفنيه اكتر والبلوجرز، لكن ان هم يهتموا بصور زي دي يمكن تكون نسبه قليله من الناس اللي بتهتم بالموضوع ده. حضرتك الحاجات دي لما بتكون جديده على الناس ومتنفذه بشكل كويس الناس بتنبهر بيها، يعني الناس لما انا نزلت الطوب الابيض الناس كانت مفكره في روسيا في القطب الجنوبي عشان الحجاره هناك او الجبل هناك شكله ابيض خالص، فبديده على الناس عشان كده هي نجحت. يمكن الصور فعلا معانا على الشاشه مختلفه جدا، انا مش حاسه ان انت بتصور فعلا جوه مصر، يمكن دي محافظات مختلفه من مصر. حلو كمان ان انت تعرف الناس الاعمال المختلفه للعمال والشغل الشاق اللي هم بيقوموا بيه. ايوه فعلا، وبرده برضه يعني مميز ان الحاجه بتنجح مثلا بالنسبه لي ان انا بصور بالموبايل. بالظبط. طيب انا عايز اعرف منك، يعني والدك كان بيشجعك ازاي ان انت تصور، وكان بيساعدك او بيدعم موهبتك ازاي؟ والدي انا بشكر والده يعني الله يرحمه، هو كل فضل يرجع له، علمني الطريق، يعني كان ما كانش في اي مره يسافر فيها اي مكان غير لما ياخدني معاه. سافر اسوان اسكندريه، احنا عندنا ارض في اسوان لحد دلوقتي هناك يعني، فبسافر على طول اسوان، كل الحاجات دي بتديني خبره ومكاسب ان انا اتعامل مع الناس وبشوف واتعلم لحد ما ربنا كرمني يعني ودخلت في مجال التصوير وتعلمت كتير يعني من صحاب المصورين، برضو بشكرهم كلهم يعني الحمد لله. يحيى انت بتقول ان انت بتعرف تتعامل مع الناس وكلامك حلو قوي مع الناس اللي انت بتنزل تصورهم، عايز اعرف منك تفاعل او تعامل العمال معاك وانت بتصورهم كان بيبقى عامل ازاي كواليس الصور نفسها؟ حضرتك هم اول ما بخش يعني على الناس بتعرف انا انت منين، انا من الفيوم طبعا، بيقعدوا يهزروا معايا الفيوم بلد الكتاكيت وكده، فبيبقى في تاتش هزار ونبدا نتكلم بقى في حاجات، طب انت منين، انت في سنه كام، بيبدا في راحه بينا في الكلام، فحضرتك لما تيجي تصوريه بيطلع اللي في قلبه ما بقاش محروج منك. بيبقى بصاحبه اقول له انا هبعت لك بقى الصور على الواتساب، فبياخدوا الصور على الواتساب وبيبدا في بينا مزامله، بعد كده حبيت اروح تاني في مصور تاني صاحبي او اي حد من المصورين صحابي عايزين يروحوا تاني اكلم لهم صحابي دول يرحبوا بيهم في اي وقت، تبدا صداقه مش مجرد ان انا رايح اصور وارجع تاني على طول، او ان انا مش عايز اروح اكني رايح مصلحه ليا وارجع تاني، انا بروح اتعرف، وده اللي محببنا اكتر في التصوير ان انا بكون علاقات مختلفه من جميع الاماكن من جميع البلاد. حلو جدا، واكيد طبعا العمال نفسهم لما بيشوفوا صورهم وهم بيشتغلوا رد فعلهم بيبقى مختلف. رد فعلهم بيبقى مختلف جدا، يعني انا برضو الطوب الاحمر لما رحت صورتهم لما شافوا صورهم على التلفزيون الناس بقت تتصل بيا وفرحانين، فرحانين ان صورهم طلعت على التلفزيون. انت سافرت كام محافظه لحد دلوقتي؟ كتير الحمد لله، انا جدي كان في السكه الحديد يعني، فاحنا عيله بنحب السفر. بتحب السفر جوه المحافظات وتكتشف؟ بنحب السفر، بنحب السفر احنا يعني يعني انا قرايبي متفرعين في كذا محافظه، يعني عمي في اسكندريه وانا اصلا شغلي كله في القاهره، وعندنا ارض في اسوان، فالصعيد كله رحته، والقاهره والجيزه الحمد لله يعني، وبورسعيد سافرت كتير يعني الحمد لله. انا بحييك يا يحيى على صورك وعلى جلسات التصوير، برغم ان انت معاك امكانيات بسيطه جدا لكن ده ما وقفكش ابدا ان انت توصل صور زي دي لكل الناس والناس تتفاعل معاها بشكل كبير، احنا بنحييك ونورتني. شكرا. شكرا ليك. نماذج مصريه، شباب موهوب عنده طاقه عنده بوتنشال عايز يطلع احسن ما عنده، يمكن يحيى نموذج مصري يعني نفخر بيه جدا جدا جدا، وفي زيه كتير جدا في مصر. يمكن فقرتنا خلصت، احنا في إن بوكس دايما زي ما قلت لكم بنحب نسلط الضوء على المواهب الشابه والنماذج الملهمه للشباب المصري والشباب في الوطن العربي بشكل عام. نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي فقرات إن بوكس، خليكم معايا.
مساء الفل يا جماعه. يعني بصوا لكم على حاجه، دايما الواحد ايه لما يحس كده ان اللي قدامه مكشر شويه يقول له يا عم اضحك كده، افردها شويتين ثلاثه يعني، خلي الموضوع يعدي، الدنيا حلوه والله. لكن بقى لما يبقى الموضوع هنا وصل معانا لغرامه، ووصل ان انت لو كشرت شويه تدفع فلوس من جيبك، طبعا الموضوع هنا لا، انا لازم اضحك على طول. ده اللي اتطبق يمكن في ايطاليا او بالاخص في مدينه ميلانو، يعني ان هم فرضوا غرامه على اللي ممكن يعني اي حد ما يضحكش او يكشر. انت اتطبق عليك غرامه، هيطبق عليك غرامه، خلاص الموضوع منتهي. علشان كده يمكن الموضوع الفتره الحاليه يمكن على السوشيال ميديا نوران لقى يعني رواج كبير جدا، والناس قاعده تقول يعني لو ضحكتش يعني خلاص هدفع غرامه والكلام ده. ايه رايك في الموضوع ده اصلا؟ انا شايفه ان هو ما يمشيش معانا اصلا خالص. يعني طبيعه المجتمع المصري او المجتمعات العربيه عموما ما تمشيش معانا، زي ما قلت في الاول انه احنا طبيعتنا مختلفه خالص عن طبيعه الناس بره. يعني مثلا مدينه ميلانو مدينه يعني قطعه فنيه، تحفه فنيه، دنيا هاديه، جو على طول عندهم جميل. اكيد برد بس يعني برضو حلو، مش تمام. حر وشمس، مش زحمه. الناس عامه لما انا بسافر بره عامه وانا ماشيه وما اعرفش حد، الاقي الناس بتضحك في وشي، جود مورنينج، جود افترنون، وهم ما يعرفونيش. لو انا قاعده في اوتيل الاقي الاجانب وهم بيشوفوني، لو عيني جت في عينيهم دايما يضحكوا لي ويبتسموا لي. ودي حبيبتي يا سيدي بتقول لي كلمه حلوه يا سيدي بس فهتلاقي انه هم طبيعتهم ان هو شعب بيحب يضحك، فطبيعي لما يطبق عندهم قانون انه انا مكشر شويه انت هتدفع غرامه، لانه احنا طبعنا ان احنا شعب بنضحك. بس هو احنا عندنا برضه هم يعني شعب قريب مننا شويتين ثلاثه، فرفوش كده وجميل احنا طبعا احنا بنحب الفرفشه والضحك، واكتر شعب دمه خفيف في العالم. تمام. لكن طبيعتنا هنا صعبه شوي يعني. هتلاقي وانت جاي طريق زحمه اكيد مش هتضحك، مش هتدخل الشغل تضحك. هتقولي لي طبعا عارف لو حصل مشاكل شويه في الشغل ومديرك شد معاك اكيد مش هتضحك وانت قاعد يعني، يبقى اكيد هيقولوا عليك حاجه ثانيه. لازم تتاثر وتحس بالحاجات اللي فيها مشاعر يعني. بالظبط. اتنين متجوزين مثلا وجاله تليفون ومراته اتكلمت في التليفون عايزه حاجه منه، شدوا مع بعض والخناقه كبرت وبتاع، اكيد مش هيضحك. فما ينفعش احنا نطبق القانون هنا، لانه الناس عامه طول الوقت مكشره وقليل لما بتضحك بسبب الظروف اللي احنا عايشينها. بس والله احنا برضه شعب طيب يعني. برضه نوران اقول لك على حاجه، على قد ان احنا ممكن يبقى فينا اللي مكفينا، بس احنا برضه دمنا خفيف. يعني احنا ولاد نكته. من الاخر كده احنا في بصوا يعني في الماتشات احنا دايما ند بينا وبين بعض كده، ايه تلاقوا نطلع مش يعني باللغه الدارجه يعني، ده يطلع على المسرح ده مش عارف ايه، وفي الاخر احنا حبايب يعني. الموضوع ما فيهوش كره ولا فيه مشاكل، الموضوع فيه ان احنا بنحب الدعابه، بنحب نهرج مع بعض، ونحب كده ايه ننكش بعض من الاخر. والبعض الاخر ممكن تقعد معاه وتقعد تشتكيه وهمك وتقعد تقول له اللي فيك كله، وفي الاخر خالص اللي قدامك ده تلاقيه مبتسم وبيضحك وبيسمعك بمنتهى الهدوء كده، وهو اصلا في حاجات انت مش متخيلها. عادي جدا. مشاكل الدنيا. فاحنا برضو ايه خلي بالك على قد كده، على قد الحمد لله برضو ان احنا لا فينا حته حلوه. بس في ايطاليا بقى الموضوع لما يوصل لفلوس يعني فلوس هنضحك غصب عننا. طبعا هنضحك هنضحك. بس خليني اقول لك ان القانون الايطالي عمل استثناءات، يعني ما ينفعش ان القانون ده يتطبق على كل الناس. تمام. يعني في العيادات، في الجنازات، في المستشفيات، المصحات النفسيه، في العزاء. تمام. عادي الناس من حقها تكشر اكيد يعني. واحد داخل عزاء مش هيضحك، واحد داخل يتعالج اكيد مش هيضحك. بره الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي لا، في قانون تجريم التكشيره، يعني انت ممنوع تكشر، هتكشر هتدفع غرامه على طول. بس انا مش عارفه قيمه الغرامه كام. لا هو مش لا مش قايلين جايبين القيمه الماليه، بس هتلاقيها برضو حاجه لطيفه يعني، هتلاقيها حاجه انت يعني متخيل يا فاروق لما يجي ظابط كده يقول لك انت ما بتضحكش ليه؟ بس ازاي هيثبتوها؟ عليك غرامه. هيثبتوها ازاي؟ يعني فاهمه الفكره؟ يعني مثلا اقول لك على حاجه، طبعا مع الفرق، بس احنا بنتكلم دلوقتي ان ممكن مع انتشار فيروس كورونا والكلام ده، فاحنا عشان خاطر صحتنا كلنا، فدلوقتي اللي مش لابس كمامه بيدفع غرامه. فدي خلاص حاجه مثبته، فين كمامتك مش لابسها فتدفع غرامه، وقوانين المرور عامه عليها غرامه. تمام. لكن بالنسبه بقى الواحد مش بيضحك، يعني هثبتها لك ازاي؟ يعني هصورك ولا اعمل ايه الموضوع؟ طبعا يعني هي ممكن عندهم في اطر محدده او معينه اكيد هم ماشيين عليها، لكن هي حاجه غريبه برضو انك لو انت متضايق او انت يعني فيك حاجه وما ضحكتش فتدفع غرامه. طبعا الموضوع بالنسبه لنا يعني استثنائي شويه. طب خلينا ناخد راي فاتن على التليفون. يا فاتن. ايوه. ازيك؟ الله يسلمك، ازيكم انتم؟ احنا كويسين جدا، منورانا. وانتم منورين الشاشه. ده بنور حضرتك، تسلمي. دلوقتي احنا معانا خبر
عن إيطاليا في مدينة ميلانو تحديدا أنه في قانون نشر السعادة أو تجريم التكشيرة، اللي هيكشر هيدفع غرامة. تفتكري القانون ده لو اتطبق في مصر هيبقى عامل إزاي والناس هتتعامل معاه إزاي؟ بصي، أنا مع القانون ده قلبا وقالبا، لأن إحنا بقينا محتاجين الضحكة قوي قوي قوي. لو اتطبق في مصر أنا خايفة الغرامات تبقى جامدة قوي كتير. كتير كتير كتير. بس الرجالة ما يزعلوش مني، أعتقد إن هما اللي هيدفعوا أكتر علشان إحنا شايلين الهم يا أستاذة فاتن. مين اللي شايلهم لك؟ ده مفيش أكتر من الستات المصرية والله، دايما مظلومين الرجالة يا أستاذة فاتن. أيوه. متحاملين علينا، حرام عليكي، بالراحة علينا شوية. والله ما هو أنتوا اللي بتنكدوا علينا يا أستاذي. حاضر يا أستاذة. يبقى مفيش غرامات بقى أحسن لنا، نعيش كده حر يعني، الدنيا حلوة. صح، هو الرجاله اللي بتنكد على الستات فالستات بتضطر تنكد على الرجاله فبتكشف. بالظبط، لما ينكد عليا هكشف. طب ما نعمل غرامه على النكد نفسه، ايه رايك؟ انا موافق. اللي ينكد على التاني يدفع له غرامه. يعني نسبه الحاله دي ازاي؟ يعني في البيوت المصريه اتنين بيتخانقوا، نسبه ازاي ان هم بينكدوا على بعض؟ ما دي بقى اتهامات متبادله. طب حضرتك لو شايفه ان احنا يعني ممكن نطبق مثلا وزارة زي وزارة السعادة اللي موجودة في الإمارات مثلا، نفسك تكون يعني الوزارة دي شكلها عامل إزاي؟ أو الهيئة دي شكلها عامل إزاي؟ نفسي الهيئة دي تبقى مركز لإصدار السعادة، إن الناس تتبسط حقيقي. الناس لازم، يعني إحنا ما بقيناش نتبسط، ما بقيناش نضحك من قلوبنا. يعني إحنا محتاجين حد يقول لنا يلا نتبسط، يلا يلا الضحكه دي حاجه حلوه، يلا نضحك. شايفه المشكله فينا ولا المشكله في الظروف المحيطه بينا؟ يعني مثلا فيروس كورونا والحاجات اللي ممكن بتضغط، يعني فيها شويه ضغوطات نفسيه شويه علينا من جوانب كتيره، شايفه ان هي دي عامل رئيسي ولا احنا برضو في ظل العوامل دي احنا اللي في ايدينا نفرح نفسنا او ممكن نسعد نفسنا؟ هقول لك حاجه، احنا في مصر دايما يقولوا المصريين صحاب نكته. بالزبط. احنا دايما بنضحك على مشاكلنا. صح. بس للاسف برضه وصلنا لمرحله ان احنا حتى دي ما بقيناش قادرين نعملها قوي. يمكن عشان الضغوط اللي احنا عايشين فيها طول الوقت، حتى الناس لما بتيجي تضحك يقولوا يعني خير خير، اللهم اجعله خير، احنا بنضحك، احنا حاسين ان في حاجه هتحصل بعدها. الناس بقت متشائمه اكتر ما بقت متفائله، عشان كده احنا فعلا محتاجين ننشر السعاده، ولو حتى ما نطبقش قانون عليه غرامه، لكن نحاول ان احنا نشجع الناس ان هي تبتسم اكتر وتتبسط اكتر يعني طول الوقت. نشكرك جدا يا فاتن، نورتينا. طيب معانا كمان لينا. يا لينا اهلا اهلا اهلا، ازيك يا لينا، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله كويس؟ تمام الحمد لله. ايه رايك في الموضوع ده؟ شايفاه ازاي يعني ان هو هناك في ميلانو بيطبقوا غرامه على اللي بيكشر؟ مش موافقه عليه بصراحه. ليه بقى؟ كل واحد، اعتقد ان كل واحد حر. كل واحد حر بقى يضحك يكشر، انا حر في نفسي. بالظبط، يا فأنا ايما من النوم متضايقه مثلا النهارده، يوم مش لطيف بالنسبه لي. ما دام مش بأذي حد خلاص، يعني ليه يتفرض عليا قانون؟ اي نعم لينا، بس برضه ما انا هقول لك على حاجه، لما تبقي داخله مثلا الصبح الشغل وتلاقي ناس مكشره في وشك، اكيد هتتخضي، اكيد هتتقفلي، يعني في نيجاتيف فايبس كده بتجيلك، بدل ما تلاقي مثلا الصبح جود مورنينج، صباح الخير، وابتسامه لطيفه كده والناس تقعد تهزر. ما هو احنا مش آلات برضو، يعني انا مثلا افرضي عندي حاجه في البيت مضايقاني، مش هروح الصبح اضحك غصب عني، اكيد هبقى متضايقه، ولو حد متضايق هبقى مقدره، اكيد عنده مشاكل في حياته او عنده حاجه مضايقاه، لكن مش هنصحى كل يوم نضحك. يعني اكيد شايفه ده ممكن يخلينا شويه مصطنعين، يعني ما يكونش المشاعر الداخليه جوانا هي اللي بتعبر عنها. طبعا، ايوه طبعا، ايوه هضحك غصب عني علشان ما لا هو انت مالك، انا ماليش، انا بضحك كويس، ايه المشكله؟ لا لا مش موافقه عليه بصراحه. وبعدين احنا مصريين اصلا بنحب النكت، بنحب الهزار، حتى احنا مشاكلنا يعني بنضحك عليها، بس ما يتفرضش عليا قانون، ما يتفرضش عليا غرامه ان انا لو ما ضحكتش هدفع فلوس. انا شايفه حاجه سخيفه بصراحه. طب انت شايفه ان القانون ده لو اتطبق في مصر، يعني لو افترضنا انه اتطبق، تفتكري ممكن ينجح؟ لا طبعا، لا اكيد لا. الناس هتضحك بالعقل، يمكن في الاول هيضحكوا بالطريقه اللي قلتي عليها مصطنعه شويه، لكن مع الوقت
ممكن يبداوا يتعودوا على الابتسامه والضحكه تفتكري؟ لا ما اعتقدش برضه يعني ان احنا عندنا مشاكل كتير قوي يعني عندنا في مصر مشاكل كتير قوي ما تخليش الناس كل يوم تصحى تضحك يعني احنا حتى كمان بنبقى بنضحك ومن جوانا زعلانين يعني احنا بنضحك بس ايه بنعدي الدنيا يعني اللي هو بنمشي الحياه يعني عشان خاطر يعني زق معايا اليوم نطبطب على نفسنا شويه يعني على الجرح يا لينا والله ايوه زق معايا اليوم ربنا يخليك والله طيب خليني اتكلم معاكي بجانب ايجابي شويه يعني ممكن لو افترضنا ان مفيش قانون ولا حاجه بس عايزين الناس والشعب يتبسط ويبقى في كده ابتسامه يعني معظم الوقت مش طول الوقت ايه الحاجات اللي ممكن تنشر السعاده بين الناس في مصر يعني طبعا احنا بنتكلم في مصر بلدنا الحبيبه اعتقد ان الناس تبقى معاها فلوس ايه فلوس الفلوس هتخليكي مبسوطه انا بتكلم يعني عن الناس بصفه عامه يعني ماشي ايه كمان اكيد برضه ده حل الستر بقى والصحه و يعني مش عارفه طب البساطه يعني انا شايفه انه البساطه في التعامل مع الناس ممكن تخلينا مبسوطين مش انت كده لما بتروحي فرح او بتروحي مثلا خروجه او حاجه بتلاقي في ناس مركزه مع تصرفاتك مركزه مع طريقه كلامك مع لبسك بتحسي ان انت مش على طبيعتك ومش عارفه تتعاملي على طبيعتك صح صح بنحس طول الوقت ان احنا مصطنعين زي ما حضرتك قلت من شويه بالظبط لكن لما نلاقي الناس مركزه مع وبعدين هنا في مصر عامه الناس بتركز مع بعض قوي يعني ده عمل ايه وده جاب ايه وده راح فين وده اعتقد لكل واحد خلاه في حاله وهنبقى مبسوطين اكتر يعني اعتقد ان ده سبب رئيسي انه ممكن يساعد الناس انها تبقى مبسوطه البساطه في التعامل وفي العلاقات الشخصيه والعلاقات الاجتماعيه هتخلينا كلنا كل واحد بيفكر في نفسه ازاي يتبسط ويبسط اللي حواليه اكتر ما يفكر في اللي قدامه وشؤون اللي قدامه انت بتعمل ايه وبتتصرف ازاي وبتقول ايه صح 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 انا مع حضرتك يعني وممكن نعمل كمان زي ما دبي عملت يعني الامارات عملت وزاره للسعاده اكيد هيبقى في افكار حلوه الناس يعني الناس من الافكار دي تبقى سعيده ان شاء الله يعني طب انت بالنسبه لك ايه اكتر حاجه ممكن تساعدك غير الفلوس لا انا بهزر موضوع يعني الفلوس لا على فكره هي حاجه تسعدنا كلنا يعني هي حاجه تسعد كل الناس ممكن مسرح مثلا اتبسط قوي لما اروح مسرح المسرح بالذات طب ما في مسرحيات شغاله دلوقتي ممكن تروحيها؟ لا ما دي حاجه تبسطني جدا مسرح السينما مثلا نتمشى في الشارع مع اصحابي هي حاجات بسيطه جدا ممكن تخلينا سعداء اصل احنا مصريين يعني اصلا يعني اي حاجه بسيطه بتبسط باقل يعني. حاجه عندك حق يعني بيقول لك ايه بزر بطاطا بالظبط ايوه يعني زر بطاطا كده يعني بطاطا يعني هم بيسموها مش عارفه يعني بس كده او كوز ذره حلو كده وماشيه حلوه على الكورنيش والايام الجايه ان شاء الله هتشوف برده عندنا النيل في ممشى محترم كده هيبقى موجود لكل الناس ونقدر نتمشى عليه بشكل لطيف جدا نورتنا جدا احنا عندنا في المنصوره بقى النيل بقى جميل جدا الله المنصوره حلو المشايه بتسموها عندكم مشايه جميله برده اتطورت وبقت حلوه قوي جدا ماشي تحياتنا ليكم كلكم ونورتينا يا لينا نورتينا يا لينا شكرا جدا شكرا جدا ليكي دايما اهل المنصوره والشرقوه كده الشرقيه يعني اللي هم ايه الاجانب بتوعنا اللي هم الاجانب المصريين بتوعنا تحسهم كده ان هم يعني شكلهم المصري الحلو مع الاوروبي كده الاجنبي الجميل اللي هو اللي فيه البلوند منه اللي فيه العينين الخضراء والزرقاء والحاجات الحلوه دي ودايما الواحد يعني بيقول ان احنا عندنا بلدنا الحمد لله فيها كل الاشكال الحلوه وكل حاجه عندنا بتعبر عن طبيعتنا الحمد لله كمصريين. انا عايز اقول لك على حاجه يا فاروق انت يعني كنا بنتكلم عن دوله الامارات ان هي عملت وزاره للسعاده يمكن هي اول دوله عربيه تعمل المفهوم ده ان هي تعمل وزاره مخصوص للسعاده ويمكن لما اتعملت في الاول الناس كلها كانت بتقول يعني هو مهام الوزير هتبقى ايه؟ يعني هو المفروض يعمل ايه؟ يمشي يضحك الناس، يمشي يتاكد ان كل واحد مبسوط ولا لا؟ بس عايزه اقول لك ان دوله الامارات بقت الاولى عربيا وال21 عالميا فيما يخص بسعاده الشعوب بتاعتها او المجتمع بتاعها، قد ايه هم فعلا نجحوا ان هم يطبقوا مفهوم السعاده وزاره السعاده بشكل ناجح جدا بشكل طبعا واضح جدا يمكن الامارات هي علشان طبعا الاشقاء حبايبنا
الإماراتيين، لكن هي دولة بتضم أكتر من جنسية، وهي علشان خاطر فيها هناك بلد تعتبر بلد سياحية برضه، الانفتاح والسياحة والتجارة يعني في كذا شيء، فهم هناك يمكن متعددين الجنسيات شوية. فخلوا الوزارة دي يعني بتضم أكتر من 80 جنسية داخلية جواها، علشان خاطر يعني إيه يعرفوا يعني كل واحد ممكن بلغته أو من بلده يعني يلاقوا الطريقة اللي ممكن يساعدوه منها أو يساعدوه بيها، يعني على حسب طبعا ثقافة وطبيعة كل شعب من الشعوب دي. في الآخر هي فكرة واتطرحت في إيطاليا واتعملت تهويف في طبعا بقالها فترة في الإمارات، وكل مرحلة وليها وقتها. احنا في مصر هنا احنا بقالنا فترة الحمد لله البلد بتاخد الشكل ان احنا بنطور البلد وبنبني، والفترة اللي جاية ان شاء الله بقى نتكلم على كل حاجة ممكن ان شاء الله يعني نتكلم عليها بقى من ناحية الرفاهية. بالظبط. احنا كده خلصنا كلامنا عن تكشيرة عن السعادة وازاي ننشر السعادة بين الناس. فقرتنا خلصت، هنطلع لفاصل ونستقبل بقى ضيوفنا عصام أحمد وعلي محمد، أصحاب أو مؤسسي مبادرة لقيت تليفوني، في حالة أن تليفونك اتسرق تتصرف ازاي وازاي نقدر نرجعه. خليكم معانا. بصوا يا جماعه، يعني كلنا معرضين ان احنا موبايلاتنا يا اما تضيع مننا يا اما ممكن وارد تتسرق عادي جدا. وطبعا احنا بقالنا فتره بنتكلم وبنقول لو لا قدر الله موبايلك ضاع او اتسرق منك تعمل ايه، فاحنا بنلجا للاطر القانونيه بالنسبه لنا علشان خاطر ما حدش يستغل البيانات بتاعتنا بشكل غير صحيح وممكن يتعرض بعد كده لمشاكل. فعندنا في جهات رسميه هي بتمشي في القصه دي، والحمد لله بيجي يعني اكتر من موبايل وده بيتم وبنشوفه على ارض الواقع. لكن برضو من الجانب الاخر لا، عندنا في برضو رقم محترم من الموبايلات اللي ممكن بنشوفها ما بترجعش تاني. عندنا بقى في شباب زي الفل من هندسه اسوان قرروا بقى ان هم يعملوا ويب سايت علشان خاطر يساعدوا الناس ان هم ممكن يلاقوا موبايلاتهم من خلال بعض الاجراءات كده والشروط اللي هم بينفذوها. والحمد لله يمكن استعادوا مرة أخرى بعض الموبايلات، ولسه برضو الفترة اللي جاية هنشوف إزاي ممكن يتواصلوا بقى مع الأشخاص اللي ضاع منهم الموبايلات إن شاء الله. إحنا منورنا الشباب الجمال جدا، المهندس عصام أحمد، ازيك عصام؟ وكمان المهندس علي محمد، طبعا يعني مهندسين المستقبل بإذن الله، وكمان مؤسسين طبعا يعني ويب سايت لو اسمه ايه بقى؟ لقيت موبايل؟ لقيت موبايل getmymob.com. حلو جدا، انتوا عاملين ايه؟ منورين الحمد لله بخير. الحمد لله. في البداية كده قبل ما نتكلم عن أي حاجة، عايزة أعرف منكم أو عايزاكم يعني تعرفوا الناس المبادرة دي قايمة على إيه وإزاي بتساعدوا الناس من خلالها؟ اتفضل يا عصام. هي الفكرة الأول وصلت إزاي؟ من حوالي أسبوعين تقريباً كنت بسكرول على الفيس، ففي جروس مجرب بقول لي، فكنت شفت بوست لوحدة هو خاص بأهلنا كلهم، ففي واحدة نازلة كانت سايقة العربية بتاعتها وشافت واحد بيتكلم في الموبايل واتنين بموتوسيكل خطفوا الموبايل من على ودنه وطلعوا يجروا. شفت في الكومنتات ناس كتير بتتكلم عن حصل معاهم موقف شبيه، وناس بتذاكر مع الموبايل وبتمتحن امتحانات اعمال السنه مع الموبايل وكل البيانات عليه ضاعت. ففكرت طب احنا ازاي ممكن يعني نحل الموضوع ده؟ فانا كنت عايز اعمل زي تعميم كده بحيث كل محلات الموبايلات اللي فينا تعرف ان الموبايل ده بتاع فلان، فتروح تتصل بيه ترجعه له. فجات لي الفكره من اول مره، فعملت الموقع ده. كان الاول على مستوى انا بس بسبب دعم الناس اللي في الجروب واهل انا كلهم كده اتصعدت الفكره ووصلت لانها اصبحت على مستوى مصر كلها. هايل. طيب فكره حلوه جدا. طيب وانت برضو يعني قول لي يا علي، يعني انتوا بقى كشباب، انا متهيألي انتوا كلكم اقسام مختلفه عن بعضكم. انت كهرباء؟ كهرباء صح. وعلي؟ اتصالات الكترونيه. انتوا بقى كام واحد المفروض في المشروع ده اللي اتنفذ؟ حوالي ثلاثة. هو احنا الاثنين يعني اصحاب الفكره والخطوه الاوليه ونفذنا الموقع بشكل اولي. طيب. بس عندنا هارون ايمن طالب في ثالثه ثانوي بيساعدنا عن بعد، هو اللي حسن لنا شكل الموقع وعمل لنا التصميم الانيق اللي هو شغال حاليا. وعندنا عبد الرحمن محمد ده صاحب محل موبايلات في القاهره. هو اللي ساعدنا في نماركت للفكره ونوصلها بشكل كبير. حلو قوي، عظيم جدا. علي بص، يعني الويب سايت اكيد مهم وكل حاجه، بس اكيد لو حد بيشوفنا دلوقتي هيقول لي ازاي يعني ممكن ارجع موبايلي، يعني انتوا ايه دوركم اللي بتعملوه من خلال الموقع؟ الخطوات يعني بالظبط. هو اول واحد، اول ما حد يتسرق موبايله او يضيع منه او يقع منه مثلا، في رمز للموبايل ده اسمه رمز الاي ام اي اي. الرمز ده بيخش على الموقع عندنا وبيسجله. الرمز ده رمز مميز لكل موبايل لوحده. بعد ما بيسجل الرمز والبيانات بتاعته والحاجات دي كلها، اي حد بيلاقي الموبايل
يقدر يسيرش على الموقع ويعرف مين صاحب الموبايل اللي ضاع ده. بس كده الموضوع يتواصل معاه ويرجع. موضوع بسيط يعني. لا لا هو ما ياخدش 5 ثواني. طب بياخد كام يوم؟ ولا 5 ثواني؟ لا 5 ثواني انت تسجل ان انت تسجل بالظبط بس كده منك. طيب لو الموبايل اتسرق ممكن يرجع في قد ايه؟ او الخطوات اللي انتوا بتعملوها عشان تتتبعوا الموبايل مكانه فين ومين السارق بياخد وقت قد ايه؟ يعني هو الموضوع بيختلف طبعا على حسب اللي هيلاقي الموبايل ده. يعني هو الفكره كلها قائمه على ان الناس بتساعد بعض. فالناس اي حد بيلاقي موبايل بيحاول يرجعه لصاحبه يعني. هو انتوا عباره عن نافذه كبيره اللي يلاقي الحاجه دي بيروح لها عشان خاطر ايه بالسيريال نمبر اللي انتوا حاطينه ده يعني يروح لصاحبه. لكن انا افتكرت ان انتوا او الفكره اللي دارت في دماغنا كلنا ان انتوا لو حد مثلا ضاع منه موبايل مجرد بيحط السيريال نمبر على البيج او على الويب سايت عندكم بيتتبع الموبايل. لا هي الشريحه المستهدفه الاساسيه. لكن لازم لو حد لقى موبايل هو يحطه يعني هو يلاقيه ويحط الرقم بتاعه على الموبايل او يقول في موبايل كذا ضاع من حد. ضاع مني الشريحه المستهدفه الاساسيه هم اصحاب محلات الموبايلات. لان الحرامي بعد ما بيسرق الموبايل اول حاجه بيعملها يروح يحاول يبيعه اللي هم تجار المستعمل عشان ما يبيعوه بعد كده، او بيطلب منه ان هو يكسر له حمايه الموبايل لان هو عليه باسورد. يكسر له حمايه الموبايل ده او يعمل له سوفت او. فالشريحه الاساسيه المستهدفه هم اصحاب محلات الموبايلات. اول ما يجي لك موبايل طالب منك الحاجات المشبوهه دي اكشف عليه الاول بالرمز اللي على الموبايل، هتلاقيه على الموقع صاحبه مبلغ عنه. تتصل بصاحبه عمليه موبايلك. طيب عايزه اسالكم سؤال تاني، يمكن الموضوع ده ناس كتير قوي بتقابله، هو انه الموبايلات بيبقى عليها بيانات شخصيه جدا، صور، حاجات مهمه بالنسبه لصاحبها، وممكن يحصل ابتزاز من الشخص ده السارق يعني لصاحب الموبايل، بيساومه على فلوس، بيساوم بنت مثلا على انها تنزل تقابله او يعني ما شابه ذلك. هل انتوا تقدروا تحافظوا على سريه البيانات دي في الفتره اللي الموبايل، او ليكوا دور في الموضوع ده من خلال المبادره، الفتره اللي الموبايل بيتسرق فيها لحد ما بيرجع تاني لصاحب الموبايل؟ هو الفكره ان انت المفروض موبايلك عامه يعني ما تحطش عليه البيانات الخاصه بيك قوي للدرجه دي. احنا لازم قلنا كتير كده بالظبط. لازم كله يعمل الحاجه دي عموما. وترفع مثلا البيانات والصور والحاجات دي ترفعها مثلا على اي كلاود اول باول. بس ان انت تبقى عندك على الكلاود ومش موجوده على الموبايل يعني. تمام. بحيث لو اتسرق منك مش اي حد يقدر. طيب لو فرضنا ان الشخص نفسه ما عملش كده ولا حط على الاي كلاود ولا عمل باك اب للحاجات دي وللاسف حاطط حاجات شخصيه جدا. اوكي. هو على حسب، لو موبايله اندرويد ففي موقع اسمه جيت ماي ديفايس، الموقع ده بيقدر يخش عليه لو مسجل باكونت الجيميل ويقدر يحذف منه في زرار ريس اول داتا، ده بيحذف لك كل البيانات اللي في الموبايل بتاعك. حتى لو مع السارق. حتى لو مع السارق. حلو. اهم حاجه بس يكون الموبايل واصل له نت عشان الموضوع يشتغل. طب لو اي او اس؟ الاي او اس برضه في فايند ماي ديفايس للايفون فبيعمل لك نفس الوظيفه بتاعت الاندرويد. بس لازم شغاله الاول. لازم يكون شغال يعني. على لازم تتاكد في السيتنجز عندك ان انت مشغل فايند ماي ايفون ومشغل هناك اندرويد ديفايس مانجر، مشغلهم الاثنين بحيث ان انت تقدر تتحكم فيه عن بعد في اي وقت يحصل. عظيم جدا. طيب عصام دلوقتي انت راجل متخصص في حته الاتصالات شويه، يعني عايز اعرف منك ازاي ممكن اعمل يعني اربط مثلا موبايلي بموبايل حد تاني مثلا، او موبايلي للشخص التاني، او موبايل حد من العيله عندي. فده بيتم ازاي؟ ولو في حاله لو اتسرق الموبايل او ضاع مني ايه اللي بيحصل هنا لو في يعني ربط بين التليفونين؟ ده اوريدي الشركه عاملاه، شركه سواء شركه جوجل او سواء شركه ابل، هم الاثنين عاملينه في السيستم بتاعهم. انت ما عليك ان انت تفعل الاوبشن ده بس، وتكون فاكر طبعا اهم حاجه فاكر ايميل الاي كلاود والباسورد بتاعه وايميل الجيميل والباسورد بتاعه سواء انت هنا او هنا. تدخل على الموقع بتاع icloud.com/find ده لو انت ابل، هيطلع لك 3 اوبشنز. اولا لو انت ما كنتش حاطط باسورد بيتيح لك حاليا ان انت تحط باسورد على الموبايل، او بيتيح لك ان انت تريس اول داتا تمسح كل الداتا اللي عليه، او ان انت تقفل الشاشه وتعرض رساله مثلا الموبايل ده مسروق وده رقم يكلمني. ده كله معمول بشكل مسبق، انت ما عليك بس ان انت تكون فاكر الايميل والباسورد ومفعل الاوبشنين دول في الموبايلات. طب تفاعل الناس معاكم من خلال المبادره كان عامل ازاي؟ يعني كم موبايل قدرتوا ترجعوهم لحد دلوقتي؟ هو احنا سايبين الموضوع مفتوح للناس ان هي تساعد بعضها، يعني احنا مش وسيط في النص، احنا عاملين البلاتفورم الناس كلها اي حد ضاع موبايله بيسجله واللي لقى الموبايلات، فالناس زي تقدر تقول بتتواصل مع بعضها لوحدهم يعني. احنا مش بيكون لينا طرف. لكن مش قادرين تحددوا مثلا كام موبايل لحد دلوقتي من خلال تاسيس لا لا احنا بس حاليا عندنا اكتر من 1 مليون زياره للموقع في خلال
في خلال حوالي اسبوعين. اسبوعين بس؟ يس بالظبط. فده رقم كويس نوعا ما، يعني الناس بتتفاعل وبتدور على موبايلها. لا هي الناس بتتفاعل معاكم ولا ناس موبايلاتها ضايعه كلها؟ لا موبايلاتهم ضايعه. 6000 موبايل. 6000 موبايل في الاسبوعين دول، 6000 موبايل هم اللي مسجلين على الموقع حاليا. لكن التفاعل الناس اللي دخلت الداتا بتاعتها عشان يعني تامن نفسها؟ لا لا، التفاعل اللي هو الناس اللي بتسرش على ايميلات، الناس اللي بتتواصل معانا وبتدعمنا، الفكره جميله احنا هنشيرها، احنا هنوقف ضد الحراميه مع بعض، اصحاب محلات الموبايلات اللي بتواصلوا معانا احنا كنا محتاجين ده، يعني ده كل ده الدعم. لا في محلات محترمه جدا، وفي ناس اللي هم اللي بيبيعوا المستعمل بشكل مستمر دايما بتلاقيهم على بعض المواقع كده، لما يلاقي يعني يشوف او يحس ان الموبايل ده مشكوك في امره، لا بتلاقيه هو من نفسه بيقول صحيح في يا جماعه موبايل كذا كذا، وانا يعني لا في ناس الحمد لله ضميرها صحي جدا. صحيح. فدي نعمه عند الله. الحمد لله. طيب الحاجه الثانيه، طيب عايز اعرف منكم، هل مثلا بتوصلوا بعض الناس يعني بشكل او في اطر قانونيه شويه، يعني مثلا حد بتوصل حد يعمل المحضر مثلا يتابع مع وزاره الاتصالات والجزئيه الخاصه بالموبايل؟ ان احنا نوعي الناس نوعيهم بكل الاطر القانونيه والاطر اللي هم ممكن نعملها نتعاون مع بعض، بحيث ان انت تعرف توصل لموبايلك. تعمل محضر ده من اهم الحاجات اللي انت تعملها، لان انت في الاخر حتى لو مثلا فايند ماي ديفايس عرفت لوكيشن الموبايل، صعب تروح تاخده بدراعك، انت في الاخر راح هتتواصل مع الشرطه برضه. فهو ده الشيء الاساسي ان انت تعمل محضر. لو انت حظك حلو ممكن يوصل لك لوحده يعني. طيب لو انا رحت اشتري تليفون اوكي وصاحب المكان مثلا عنده تليفونات بتتسرق او مسروقه، بيبيع تليفونات مسروقه، ازاي اعرف ان التليفون ده مسروق؟ بتدخل على الموقع، يعني بتدخل على الموقع بتاع لقيت موبايلي وتسيرش على الموبايل ده بالرمز بتاعه. لو ظهر لك في السيرش ان ده بتاع فلان الفلاني، فده اكيد موبايل مسروق ولازم تبعد عنه. في مشكله. طب عصام، الخدمه عندكم مجانيه ولا بمقابل؟ الخدمه مجانيه بالكامل. بالكامل. ويعني انا احب استغل الفرصه دي ان انا اشكر كليه هندسه اسوان، لان هم بيعاملونا كاننا اسره كبيره وبيدعموا الانشطه الطلابيه لاقصى حد، فهم اللي زرعوا فينا حته ان احنا نكون فعالين في المجتمع ونحاول نساعد الناس بدون مقابل. هو انت من اسوان؟ احنا من هنا بس بندرس في اسوان كليه الهندسه. ربنا يخليك. اهل الجنوب كلكم حبايبي. انتوا بتفكروا ازاي توسعوا المبادره؟ يعني هي بقى لها اسبوعين وما شاء الله يعني في يعني تفاعل كبير قوي ووصلت لمليون. هل في اقتراحات انتوا شغالين عليها عشان توسعوا المبادره اكتر، ان هي تنتشر في جميع محافظات مصر؟ احنا بنتعاقد مقتصره على هنا او اسوان بس؟ بنتعاقد مع محلات وموبايلات في محافظات كتير مختلفه، يعني في ناس في القاهره كتير، وفي محلات في اسكندريه، ومحلات في هنا، ومحلات في اسوان. انتوا مغطيين محافظات كتير كلها. ما شاء الله بسبب العدد الاكثر في بحري المبادره انتشرت اكثر في بحري من الصعيد بسبب الاعداد. يعني معلش، يعني المشاكل اللي هي خاصه بالموبايلات اكثريتها بره الصعيد، صح كده؟ هو لا، هو تعداد السكان أكبر. تعداد السكان طبيعي اكبر في الشمال عن الجنوب، فكده كده تعداد السكان هو اللي. هو انتوا في سنه كام؟ رابعه اتصالات والكترونيات وثانيه كهرباء. طب ان شاء الله بعد ما تخلصوا كده على خير باذن الله وتكونوا مهندسين قد الدنيا، يعني ايه الخطوه اللي جايه؟ هل هتركزوا بقى في الويب سايت ده وهتكبروه، ولا انتوا ليكوا في بلان انتوا ماشيين عليها مختلفه عن دي؟ هو احنا الويب سايت اوريدي شغالين نطوره، لان زي ما احنا قلنا هو خدمه مجتمعيه وعايزين يكون الموضوع طفره بحيث ان هو يحد من سرقه الموبايلات. طول ما هو الحرامي مش عارف يتصرف في الموبايل، فالموضوع لوحده تدريجيا هيبدا ينزل، هيبدا يقل. فاحنا ده عاملينه كخدمه مجتمعيه، يعني مش بنبص له كفرصه شغل او كحاجه اساسيه ان احنا هنشتغل في المجال ده، احنا بنطوره اوريدي واحنا وقتنا مفتوح. طب انت بقى عايز تشتغل ايه لما تتخرج؟ يعني عايز تبقى انا إيه؟ انا مهتم حاليا بمجال الديجيتال اي سي ديزاين، الديزاينر اللي هو بيصمم الشباية اللي على المذر بورد دي، الشبايات السوداء الاي سيز دي. ومشروع تخرجي اي سي ديزاين بروسيسور بريسك بنستوردها من بره دايما. هو في مصر في تصميم بس تصنيع في الصين، بس في تصميم في مصر. وده انت بقى عايز تبقى يعني تصمم مصمم الحاجات. صحيح. دي صحيح. وانت؟ انا امبيدد سيستم انجينير. امبيدد سيستم انجينير ده اللي هو المفروض بيعمل الروبوتكس والحاجات اللي بتتحرك والسمارت هوم. الذكاء الاصطناعي بالظبط. روبوتس. يا حاجات. وانا حاسك انت رايح انت رايح في الحته دي هتنجح فيها ان شاء الله. والله يعني وقت جري ما حسيناش بيه. انتوا شباب زي الفل، ويمكن يعني نماذج زي دي كده تشرف مصر طبعا طول الوقت، طول ما انتوا بتحاولوا تحطوا اي معلومات عندكم او اي خبره او اي تعليم انتوا بتتعلموه من الكليه في حاجه كمان خدمه مجتمعيه، دي حاجه هايله جدا. مشكورك يا عصام، مشكورك يا علي، نورتونا جدا. شكرا نورتونا جدا. لسه انبوكس مكمل معاكم، لكن بعد الفاصل عيش صح. خليكم معانا.